رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من بزنس ماج، المجلة الاقتصادية الوحيدة على التلفزيونات بلبنان، وحلقة جديدة من الحلقات اللي عم نسلط فيها الضوء على القطاعات اللبنانية بسنة 2014 والتوقعات لسنة 2015. هالحلقة رح تكون مخصصة عن القطاع العقاري وعن الاستهلاك المستهلك اللبناني. البداية رح تكون مع ضيفنا عن القطاع العقاري، وهو رئيس نقابة الوسطاء الاستشاريين العقاريين في لبنان وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري العقار ريل، وأيضا مدير عام برايم كونسلت للاستشارات العقارية أستاذ مسعد فارس. أهلا فيك أستاذ مسعد. أهلا فيك أستاذ باس. أنت بخير؟ أنت بخير ميرسي. بداية الحديث بدي أبدأ معك. خلال سنة 2014 كان في عنا ركود أو تراجع بالاقتصاد اللبناني، كيف ترجم هالتراجع الاقتصادي على قطاعكم أنتو، قطاع العقارات، الشقق السكنية، الأبراج، الأبنية، الأراضي؟ يعني أنا مبسوط أنك عم بتفصلهم، لأنه وقت بنقول القطاع العقاري، القطاع العقاري يتضمن عدة فئات من القطاع يعني. نعم. ونحن بنعمله عادة بنعمله كاتيجوريزيشن بالأسعار. يعني اليوم نعرف أنه القسم يلي للحد 800 مليون ليرة يعني 500,000 دولار، يلي هو مدعوم من مصرف لبنان ومشكورين. هذا قطاع ما عم بيتأثر سلبيا بالأوضاع، لأنه هذا استهلاكه محلي واستهلاكه للناس اللي عايزين يشتريوا. يعني في طلب، في طلب وفي أسر عم تتكون وناس عم تتزوج وعم يكونوا أسر، عم يتزوجوا ناس، عم تكبر، عم يكبر المجتمع عنا. نعم. ونحن بنستهلك منه هذا يعني ما يقارب ال20-30 ألف يونتس بالوحدة سكنية بالسنة. يلي منه بيكون قروض ميسرة من مصرف لبنان، منه بيكون ناس عم تشتري من جيبتها. هيدا هالقطاع يعني لحسن الحظ مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة عم تطلع بهالقطاع العقاري، انه منه بس بقرة حلوب، انه هيدا كمان عايز انه يندعم، لانه بالاخر عم تدعم الشعب. نعم. اوكي. ومثل ما تفضلت وقلت، الحاله الاقتصاديه العامه بالبلد صار لنا 3-4 سنين كلنا عم بنعاني منها، مش قطاع واحد عم بيعاني منها. صح. كل القطاعات عم بتعاني منها اكيد. بقى من هيك هذا القطاع مدعوم من مصرف لبنان، وكتر خير الله ماشي الحال. القطاع من ال 500,000 للمليونين دولار، لما نقسمهم كثير يعني هلا بالحلقه، ماشي حاله يعني عم بيدبر حاله بحاله. يعني كان يبيع تنقول 10 شقق بالشهر، عم بيبيع 3 هلا، بس انه سبا ماشي الحال، بيدبر حاله المطور وكتر خير الله. القطاع اللي متاثر جدا هو القطاع اللوكجري، اللي هو من المليونين دولار وطلوع، يلي كان المباني الفخمه، المباني الفخمه يلي كان زبونة يمكن الأخ العربي الخليجي، الشباب اللي عايشين بالخليج بإنجلترا، هيدا اللبناني اللي عايشين مغتربين المتيسرين حالتهم مرتاحة. وهو دي لسوء الحظ يعني ما عاد إجوا على لبنان بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، وهو وقفوا هالسوق. هيدا السوق متضرر ومتأذى يعني شوي. هيدا في مرونة بأسعاره، يعني ما فينا نقول انه اليوم المطورين العقاريين قالوا لك تعال خود يلا بس انك تشيل عنا، لا، لانه هن بتعرف انت المطور اللبناني عادة مليء ومرتاح على وضعه، والسيستام بانكير تبع لبنان ما بخليه يتورط مثل بصار بأمريكا او بدبي. صحيح. اما بهيدا بقى حالته منيحة بعد أكيد. هلأ إذا بده يضل الوضع هيك بدنا نوصل لوقت كلنا نجبر إنه نوطي أسعارنا، وهذا إن شاء الله إنه تتدبر الأمور إنه يكون في مرونة بالسعر فقط، ما مش أكثر من هيك. نعم. وأكيد نحن والمصرف لبنان ونحن والزملاء كلنا سوا بريدال وبريل عم بنجرب إنه نشوف شو المخارج لهالموضوع. لأنه لازم يكون له مخارج. كثير من الاقتصاديين بيعتبروا أنه القطاع العقاري عم بيعيش بأزمة،
مثل ما حكينا شوي تقريبا، وانه هالشيء مفروض يترجم بتراجع الاسعار. حضرتك حكيت عن تراجع بالشقق الفخمه، بالمباني الفخمه، قلت انه مرونه اكثر من تراجع. اوكي، اذا بدنا نسميها مرونه، النسبه قديش كانت بالنسبه للتراجع يعني، او بهالمرونه اذا بدك يعني تسميها. اليوم بتقول لك شغله، بالايام العاديه بتكون انت بتعمل خصم مثلا 3 4% 5% ماكسيموم. اليوم لا، الخصومات عم بتكون بال10% بال15% بس مش اكثر من هيك. ليه؟ بهالسيكتور هيدا اللي حكينا عنه، بالشقق الكبيره الفخميه اللي بالشقق الاصغر ما بعتقد الخصم عم بيكون هالقد كبير. طيب، الازمه السياسيه والاقتصاديه بلبنان يعني من الواضح انه يبدو انها مستمره بحسب توقعات المؤسسات الاقتصاديه اللبنانية والعالمية. شو نظرتكم للقطاع العقاري بسنة 2015؟ استاذ باسل، يعني هيدا السؤال الـ 1 مليون دولار question، يعني انه frankly speaking، انه لو بنعرف يعني لو بنعرف مشروطة مرهونة بالوضع، مرهونة بالوضع ما فيك يعني. نحن دايما ليك المطور العقاري، ونحن صلنا 35 سنة بهالمصلحة كبرايم كونسلت، يعني نحن شغلتنا مركزة على الانتظار، على الواحد يكون عنده نفس، يكون باله طويل، لأنه التطوير العقاري بده نفس طويل. طب أنتوا كيف قادرين تتأقلموا وتستمروا؟ ما نحن معودين، عم أقول لك معودين على النطرة بهالنفس بس طويل. كنا ننطر نكون شايفين الضوء بآخر النفق. اليوم ما لنا شايفين هالضوء بآخر النفق، مش عارفين وين بدنا نروح، وين يعني حالتنا، يعني في ترقب وخوف، في ترقب وفي خوف من هيك. اجتماعاتنا مكثفه مع الجمعيات، مع الـ مع الـ مع الـ مع الاقتصاديين، مع السنترال بانك، ومشكور الحاكم انه عم يعطينا من وقته لنشوف نقدر نلاقي حل يرضي الجميع لهذا. مش انه لانه اليوم ما فتنا بعد بالمشكله، بس عم بنشوف حالنا اذا بدنا نضل. هو نوز، مين بيعرف قديش بتضل الازمه السوريه؟ صح، مين بيعرف؟ نحن رئيس جمهوريه ما عم بنقدر ننتخب، انه عنا امور، منطقتنا يعني عم تتغير. جزء من تمويل المشاريع العقاريه بلبنان متصل بقروض تمويل من المصارف، هل كان هناك في إعادة جدولة أو أي تسهيلات من المصارف خلال سنة 2014؟ لا شك أنه مصرف لبنان عطي إعاز وحكي مع جمعية المصارف ومع المصارف أنه يكونوا عندهم مرونة مع المطورين العقاريين. الحمد لله لليوم المطورين العقاريين بعدهم واقفين على إجريهم وماشي الحال وأمورهم. بعد ما شفنا تدهور، يعني ما فينا نقول أنه نحن اليوم هيدا السوق مدهور أما شيء، الحمد لله. لكن نحن عم نعمل يعني عم نتلافى المستقبل، عم نشوف انه لا سمح الله ضلينا هيك وين بدنا نوصل. هو اصلا القطاعات الاقوى بلبنان القطاع المصرفي والقطاع العقاري. مزبوط، من هيك نحن عندنا تجانس كثير. البنوكي سوبر 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 كوبرتيف معنا، يعني متعاونين، بتعاونوا على الاخر، عم بيشوف في يعني عم بيحكوا معنا، عم نشوف شو عم بيصير، شو لازم، وين بيقدروا ينصحونا بشيء، وين يعني تعاون كثير حلو بالحقيقة. طيب، بعد ما عديقة بدي اسالك فيها عن مشروع سما بيروت، اعلى برج ببيروت فينا نسميها، اطول برج. فانتو كبرايم كونسلت يمكن مستلمين الديفلوبينج والماركتينج تبعها. شو وين صار المشروع وشو نسبة البيع تبعه؟ هيك نحن أنطونيوس بروجكتس هو صاحب المشروع، مالك المشروع. نحن برايم كونسلت، نحن متعاطى بكل شيء اسمه فاينانسينج وإدارة الادمنستراتيف وورك تبع المشروع. نعم. والماركتينج والسيلز. ونحن عملنا ستراكشرينج تبع كل المشروع. هذا المشروع 196 متر علو، هو أطول مشروع بالسوديكو. في عنا شقة من 250 متر ل 400 متر 500 متر. يعني إذا أنت على آخر طابق بمشروع سما بيروت، كأنك وين بأي منطقة؟ كأنك 250 متر عن سطح البحر، يعني فنار أو بحم أو فنار فنار فنار. لا حلو كتير. هلا نحن خلصنا ستراكتشر، صرنا ب 52، ومثل ما شايفين اذا بتمرق من هونيك استاذ باسل بتشوف انه الازاز كمان
عم بيخلص، صرنا بايعين تقريبا نص المشروع. اوكي، وبعد عندنا نصه. اها، كان لازم نكون خالصين لو الامور الاحوال كانت مثل ما لازم. صحيح. لانه بتعرف يعني اول ما اطلقنا المشروع بعنا كثير، بعدين صار البيع خفيف لانه بسبب الوضع السياسي. طيب امتى بيخلص المشروع؟ نحن بنخلص اذا الله راد باواخر سنه 2015 بيكون المشروع خالص، بتسلم بشهر الاول وشهر الثاني 2016. في مشاريع اخرى؟ أنطونيوس بروجكتس عندها مشاريع أخرى تانية، عندها مشروع على المتحف مكاتب، عندها مشروع بجوني ريزورت ديفلوبمنت كبير بعد ما أعلننا عنه، وعندها مشروع على بمنطقة المتن على الأوتوستراد السريع. أنطونيوس بروجكتس شركة مملوكة من فادي أنطونيوس، مغترب لبناني بالإمارات من 71، ونحن مديرين أعمال هالشركة بلبنان كبرايم كونسلت. طيب نحن متشكرك أستاذ مسعد فارس، رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين بلبنان وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري العقار ومدير عام برايم كونسلت. شكرا لك. Thank you very much. ممنونك أنا. إذا مشاهدينا بريك ومنعود لضيفنا أستاذ وجدي الحركة.